معايا. تصور ملي كنعيطوا لي في التليفون وكنقولوا لي جيب لينا غير حوايج الدراري ما يلبسوا وانا جالسه عند الجيران. ما حيلتي كيفاش ولادي، ما حيلتي كيفاش كيفاش الدريه مسكينه. ما خاف ديك الدريه كدور معايا 4 عندها 16 عام كدور معايا في الشارع، هو كيدور علينا بطوموبيلته وخوته وكيقول لي غنمشي عليك للحبس. والدريه مرا كدور مسكينه معايا وشاده ولادي. واحد الانسانه كنسد عليها في دارها، واحد الانسانه محترمه ما كتخرج ما كتدروش وشاده الحدود ديالها ويدمرني ويلحني في الزنقه. خويا راني كنخاف الله وشديت في راسي وتبت وليداتي. دابا راه ما حيلتي اخويا نمشي نخدم ولا نكري ليهم، ما حيلتي نفكر رجال وبناتي غيتشردوا ليا للشارع كي غندير واش غنقابل ولادي ولا نخدم. الناس يلاه التحقوا بينا في اللايف باش نقربوهم من القصه ديالك. مجوجة مدة اش؟ مجوجة خويا مدة 17 عام. 17 عام حتى 2018 تقلبات حياتك. 2018 تقلبات حياتي معاه. تزوجتي زواج كما قلتي لي ديال العائلة. ديال العائلة. السيدة شنو كان عنده؟ واش غنقول لك اخويا السيدة اش كان عنده؟ كان تقلب هو ما عرفتش كيفاش تقلب. شنو كان عنده في ملي بغيت تزوج بك؟ ما كان عنده والو. فين سكنتي في الأول؟ سكنا أنا يا نهار اللي خداني خداني روحني في دارهم، سكنني في دارهم في العروبية. مدتهاش؟ سكنت أخويا مدة نقول لك واحد 5 سنين. من بعد؟ من بعد أخويا قال لي شاهد خوه عنده هادشي ديال البرار كيشرا وكيبني ويبيع. قال لي خويا راه بغى يبيع لي براكة في الدار البيضاء. في الدار البيضاء في الأزهاري. كيشري في البرارك ويبيع فيهم. صافي شرا خو شرا من عنده براكة بمليون ونص. جا من العروبية شرا براكة بمليون. جا من العروبية شرا براكة، باع لي خويا جوج دبالج باش شرا البراكة بمليون ونص. شراها بك انتيا؟ شراها بيا انا. ذهب ديال والدك. دارنا 60000 ريال. جيتي مع عند والدك بذهبك؟ جيت من عند والدي بذهبي وشرا ديك البراكة وقال لي تبقاي جالسة في دارنا. قلت لي ماشي مشكل. واخا البراكة دارها في سميتو ما درتوهاش في سميتو. البراكة دارها في سميتو هو. انا ما عنديش مشكلة اخويا، انا بنت البلاد ما عنديش ما عندناش ديك الفكرة حقا ما دايرينش الثقة في الراجل من الاول. عادي. خصوصا هو قريب ليكم. صافي هو با ولاد العم يعني ما توقعتش غيدير هكا ولا غيديروا لي هاد العائلة ديالو غيغدروني وغيديروا لي هادشي بحال هكا. واخا ملي شرا البراكة جيتي سكنتي فيها؟ ملي شرا البراكة خويا ملي بدات الإحصاء بقيت في دارهم. تا ولات الدرية ولات الدري، الدرية ولات عندها 5 سنين. تقيد هو؟ تقيد اخويا. تقيد سولوه واش مجوج وهادي وليدات. خلاص فوتوكوبيت لاكارت ديالي انايا صوب ليا الفوتوكوبيت صوب ليا لاكارت في ديك الاستفاده ملي بدات الاستفاده صوب ليا لاكارت. على تما قيدوكم بجوج وليداتكم؟ قيدونا حيت انا ملي خداني ما كانتش واصله كاع لسميتو لاكارت حتى ولات البنت والولد. عاد بصيت لاكارت. صافي خادو وطلبوا منه التصاور ديالي. خادو شحال ديال المده بين الشريان ديال البراكه وبين جو حصاو؟ نقول لك اخويا واحد 4 سنين ونص هكا. 4 سنين ونص؟ 4 سنين ونص. براكة مليون مليون ونص قلتي لي. مليون ونص قلتي لي. هو الاول عندنا. مليون ونص باش شرا. مليون ونص باش شرا البراكة اخويا. تقيد؟ نقول لك فيها واحد 15 متر ودايره فيها نص طواليط وبوطاجي ودايره فيها واحد جوج سديدات. تقيدتو؟ تقيدنا قلنا ماشي مشكل. شحال ديال المدة باش استفدتو من الاستفادة ديال سيدنا؟ دابا باش سلموكم الديور. دابا نقول لك شي 12 عام اخويا. لا فاش المده اللي سكنتوا فيها 4 سنين ونص. 4 سنين ونص جاو حصاوكم. جاو حصاونا. شحال ديك الساعه باش خديتوا البقعه من ورا ديك 4 سنين ونص باش خدينا البقعه؟ فاش جاو حصاوكم شحال بقى ديال الوقت فاش خديتوا البقعه؟ اش غنقول لك اخويا بقات شي عام. عام صافي خديتو البقعة. صافي عام سلموا لينا البقعات قال لك خلصوا. صافي خويا قلبنا على الشريك وداك الشيء شركنا. لقيتو الشريك اللي غادي يسكن معاكم وتبنيوها بوحدكم؟ هاكا بناوها الزوم البنكة بجوج وصافي وبناو. شحال خدا من بارطمان؟ خدا جوج بارطمات وشريكنا خد جوج بارطمات. والنص في السطح اخويا. صافي سكنتو مرتاحين؟ صافي سكننا مرتاحين وبقيت صابره سكننا فيها كحله بقيت نقاسي معاه صبرت نصيب الحلوه للناس هكا صابره في حقي ما نمشيش لدارنا من العام لعام ما نكسي وليداتي. ملي كتوصل الكسوه ديال المدرسه كنمشي نقلب لهم انا من البال ولا من شي حاجه نخربق ليهم وصابره وندير الحلوه للناس ونخربق هكا ونصوب هكا وصابره معاه
وصابره في حقي ما كتهمني لا اللي تكسى اللي تصبط لا اللي والو. المهم بغيت نوقفو. كان كيدير هادشي ديال البني بغاك لي دوز البيرمي ضروري خصك الطوموبيل ضروري هادي الطوموبيل كتجيب سميتو الخدمه هادي هادي. كان عندي خويا الدبليج الاخر باعو بعتو وعطيتو باش دوز البيرمي. سقط فيه النوب الاولى والنوب الثاني بغيت يكون لاباس بغيت نوقف معاه. يعني صافي يعني كتقولي راجلك يعني راه كتحسبي صافي. امتى حسيتي تبدل عليك؟ تبدل عليا خويا شغنقول لك تبدل عليا عام ونص قبل المشاكل. هو كان كيجي يضربني كانوا كيجيو خوتو غالبين فيه كان كيجي هادي اديني بالهضره ما كايناش كيقول لي فكتي فين هادي فين هادي. كنقول اخويا تبعني بيني وبينك الله صافي خويا انا هكاك وصابره صابره. واش اللي بغات تخربي غيولي ضربات الوليدات؟ كنقول يا خويا شوف انا كون بغيت كاع ما نصبر وما نمشيش لدارنا من العام العام وصابره في حقي ما عندي مع التجمعات ديال العيالات ما عنديش مع الخروج بزاف ديال العيالات دايره بيت في السطح اخويا كنصيفي الحلوه ونصيفي التخربيق الناس اللي بغاو صافي باش صلح داري وباش قديتها وباش صوبتها وباش سميتو وحده التحتانيه كنا كارينها. واخا ما كتب لك حتى شي دار والو خويا ما كتب لي كلشي في سميتو كلشي في سميتو. جبت معاه واحد المره قلت لي كتب لي قال لي لا انت ناويه الغدر. قلت ماشي مشكل انا والده مع اربعه ما خصنيش نبقى نحكر عليه ونقول لي كتب لي. اه صافي خويا من... صافي من داك الوقت صافي ولا كيدخل مع الطال ولا كيدخل مع الطال ما بقاش كيجي وما بقاش هو هذاك ولا شي ياما كيشد واحد الخدمه كيقول لك عشوائيين على حساب المقدم وهادي. كنقول ماشي كتحسي به كيكذب عليك؟ اه كنقول لي ماشي مشكل الراجل ما بقاش معايا هو هذاك في الدار كيجلس كيقول لي هضرتك ما حبيتش نسمعها كيجي في الليل كنسمع في السوارت كيتقاقبوا كيرجع كنقول لي مالك كيقول لي ما بقيتش عارفه شنو كيفاش ما بقيتش انا ما بقاش حاملني لا انا لا ولادي. باي طريقه بغى يخرجني ولا كياديني بالهضره كيمشي ليا لواحد النقطه الضعف ديالي كيمشي ليا بواحد الهضره كياديني بواحد الهضره خايبه وانا راه ماشي ديالي خويا ماشي في المستوى ديالي. تبلا ولا بلي خويا ولا كيدير الحشيش ولا كيشرب كيكمي ولا كيسكر شي ما ولا كيجيني سكران وليت كنتفاجئ انا صافي ما عرفتش راسي ما كندير دخلت لفت. اه صافي خويا تلفت ما عرفتش خويا ما عرفتش شنو ندير ما عرفتش راجل تبدل عليا بزاف. ولا كيعرف الدريات؟ كيعرف كيقول جالس معاني يتعشى ولا شنو كيصوني لي التليفون كينوض يطفي وكينوض. يعني انا ما ملاحظاش ما متبعاش فيه صافي. انا كنقول انايا كنقول انايا كنقول لا عندي انا مع الدراري انا من من ما مكيلاش ما كاينلاش سميتو نبقى نلاحظ نبقى نحكر على والو. كيفاش خرجتي من الدار؟ من 2018 خويا. شنو وقع باش خرجتي؟ خويا هادشي اللي وقع باع عليا كلشي وحده رهانه وحده باعه. لا كيفاش تباعو؟ انت خرجتي من الدار؟ مشيت لدارنا خويا. عاودي قصه كيفاش مشيتي لدارك؟ صافي ملي كثرت عليا المشاكل كثرت عليا المشاكل ولا كيتعرض لي ولا كيضربني ما بقاش كيخلي لي الصير قهرني خويا. شي انا ما عنديش السوق شي ما يجيش للدار ولا يكمي ولا يسكر ولا يشرب ما عنديش الغرض عندي مع الولاد ما غنسولش فيه. الله يهدي كنقول كنطلب من ربي الله يهدي الله يعفو عليه خليته. وانا خويا ملي قطع لي الصير ما بقاش كيخلي لي الصير كنوض بحال مسطي عينيا خارجين. ربعات الوليدات ربعات الوليدات كيفاش غنوكلهم؟ كنوض في الصباح جاهله من صباحهم حالين فهم. اه من الصباح هما حالين فهم وباغيين غير ما ياكلوا شنو غادي ندير؟ تصور الدريه مسكينه الصغيره مرضات ليا في السخر ديالها كانت مسكينه كترضع البزوله بكثره الفقصه ما بقاتش كترضع مشى مني الحليب بالفقصه وليت كنطحن ليها الصوب ونطحن ليها خيز ونطحن ليها الروز ونطحن ليها داكشي كنشربوا ليها مرضوا ليها مسارن دابا حاليا مريضه. دابا مشيتي لداركم؟ صافي خويا صافي تقهرت جات الدخول ديال جات العطله ديال الدراري في الشهر الاخر ديال شهر 8 قلت لي شوف انا عييت اخويا تقاد لي الجهد ديالي هزيت وليداتي ومشيت لدارنا بغيت زعما غير ارتاح شويه ونتنفس شويه ما معولاش غيدير ليا هادشي كامل. هزيت وليداتي ومشيت لدارنا بقات العيد الكبير 15 يوم ما وصلش لينا. عيط ليه الوالد عيط ليه با قال لي شوف اولدي انت العيد هو قرب بقات ليه يومين جيت عيد الولاد قال لي واخا. ملي وصلت ليله عرفه عاود اتصل بيه ما بغى ما ارفع ليه التليفون
صافي عيد لينا صبحنا خويا مكملين. فين ديك الصدمه اللي كتصور الدراري خلاهم بلا عيد؟ ما عيدناش اخويا. كيفاش دازت ليه الدريه؟ صبحت كتبكي كتقول لك ماما كيفاش كنعاودو مازال كنتصلو بيه في التليفون كنشوفوها مالو. كيعيط لكم دابا يسول على الاولاد؟ لا ما كيعيط ما والو خويا، ما كيسول بحال عمرو ما ولدهم. واش شنو درتو؟ ما درت والو خويا، حسبي الله ونعم الوكيل. لا في ديك اللحظه من ورا العيد شنو درتو؟ شنو نقول لك ما درت والو خويا، بقى ليا بقات الدخول، بدا الدخول ديال المدرسه. ملي شافوا الوالد ما جاش ما عيطش ليهم، سنيناه شي سيمانه ورا العيد الكبير. شافوا الوالد ما جاش ويقول لي يا بنتي غنزك انت وليداتك، دابا الدراري الدخول ديال المدرسه نوضي عاودي لدارك. هزني با جابني، لقيت الدار بيوعه، التحتانيه السفليه بيوعه بيعه لشريكنا، ولقيت الدوزيام اللي ساكنين فيها اللي فيها فراشي وفيها شغلي وفيها حويجي وفيها ذهبي وفيها شغلي لقيتها مرهونه. كي هزيت عيني اخويا كي غندير كي غندير، كنفكر بقى فيا فراشي واتى داري تر من ظهري شويه. ملي تصطحوا بيا الحيوط وليت كندور عند عباد الله، عاد وليت كنفكر في ديوري. بلقى الله يفكر غير في ولادو خويا، ملي ما فكرش فيا انا يفكر غير في ولادو. انا ضيعني. دعيتي؟ دعيت اخويا، مشيت هذيك باقي في المحكمه دابا. مشيت رفعت بيه دعوه، رفعت بيه دعوه خويا، بقيت كنجري من 2018 وانا كنجري في المحاكم. كلشي ما كيحضرش هو، ما كيجي، ما كيجيش، ما كيحضرش، ما كيتبلغش. سولتي عليه فين كاين؟ واش غنقول لك اخويا، كل واش كيقول لك جالس في دارهم. بعض المرات كيمشي للعروبيه عند عائلته، ضيع بطونوبيلته، ما مسوقش العالم. شنو تقولي لي الا كان شي يسمعك دابا؟ اش غنقول لك اخويا، الا كان يسمعني يشوف غير بولادو. خاصها تكون فيه الانسانيه، اليهود وما يديروش هك، وخوتو خوتو السبب في هادشي. خوتو قالوا لي كتب لينا الدار، وانا من بعد رهانه مشى كتبها لخوتو، كتبها لخوه ميلود وكمال، كتبها لهم في الاسم ديالي. جبدتها شي واحد تجيب لي السميات؟ لا نجبدهم. كملي. كتبها لخوتو في السميه ديالي. من بعد ملي شافني انا سميتو كدعيتو وداكشي شدها عاود باعها. باعها لشريكنا اللي معنا في الدار، باع لي التحتانيه وباع لي الفوقانيه. وشريكنا مشارك في هاد الذنب ديال هاد الوليدات، واللي مشترك معاه في هاد الشيء راه خدا الذنب ديال هاد الوليدات. كونوا من ضاعوا.